مرحبا جديد. ملفات كثيرة اليوم إن شاء الله والليلة في كالآتي: الحديث الأهم على المستوى السياسي، مبادرة السيد رئيس الوزراء. هذه المبادرة احتوت على مجموعة من البنود، أولا فيها تشخيص لطبيعة الأزمة نفسها، عدد السيد رئيس الوزراء في الوضع الاقتصادي، أزمة الترتيبات الأمنية وعملية تحقيق العدالة، السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية، تضارب الرؤى فيما يتعلق بالملفات الخارجية، فضلا عن استكمال السلام، تعدد مراكز القوى وتضاربها، الوضع الأمني، توترات الاجتماعية، الفساد، تعثر، إزالة التمكين، تشخيص للأزمة اللي بيمر بها البلد الآن على المستوى السياسي، ثم بعد ذلك وضع أسس لتحقيق تسوية شاملة في المرحلة القادمة. أو المهمة في هذه الأسس توحيد الكتلة الانتقالية وتحقيق أكبر إجماع. مبادرة رئيس الوزراء بتجي بعد تطورات كثيرة في المشهد السياسي، خلافات واضحة جدا داخل المكون الرئيسي لمرحلة انتقالية، قوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى خلاف مشابه داخل المكون العسكري، ولم يكن يعني ما له يعني شواهد أكثر وضوحا كما هو الحال في الأزمة المدنية، وده طبعا طبيعي بحكم طبيعة المؤسسات نفسها داخل المؤسسة العسكرية. إذن خلاف وانشقاق، بوادر انشقاق، وانشقاق واضح في بعض المكونات في مراحل المتقدمة، في المكون المدني تحت شعار وتحت مظلة الحرية والتغيير، بالإضافة أيضا إلى خلاف في المكون العسكري ظهر بشكل واضح حول الحديث حول دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى تباين في وجهات النظر على المستوى المدني والعسكري في كثير من القضايا، من العلاقات الخارجية، استكمال ملف السلام، تحقيق العدالة. دي كلها أيضا ملفات شهدت تباين واضح ما بين المكونين فيما بينهم المدني والعسكري، فضلا عن ما ذكرناه من خلافات داخل المكونات الرئيسية نفسها مدنية أو عسكرية. فالمطلوب من هذه المبادرة أسس هذه التسوية السياسية الشاملة كما أطلق عليها السيد رئيس الوزراء، توحيد الكتلة الانتقالية، والبدء الفعلي في مجموعة من القضايا الرئيسية، منها توحيد أو الاتفاق على جيش مهني قومي وطني واحد، وتوحيد مركز اتخاذ القرار داخل الدولة السودانية. وفي هذه المرحلة المفصلية، المرحلة الانتقالية المهمة جدا لبناء السودان في المستقبل، توحيد مركز القرار، لأنه ظاهر بشكل كبير على مستوى العلاقات الخارجية على سبيل المثال، بيتحرك مجلس السيادة إذا كان على مستوى المكون المدني أو العسكري في لقاءات خارجية كثيرة جدا، وصلت في مرحلة من المراحل إلى اتفاقات أو إلى قضايا مصيرية على شاكلة العلاقة مع إسرائيل، بينما وزارة الخارجية أو المكون المدني متحرك في ملف سد النهضة. واضح أنه ملفات الخارجية ما في اتفاق، ما في رؤية، التعامل مع هذه القضايا بيحدد أحيانا من الخارج وليس من الداخل. توحيد أو الاتفاق على رؤية مشتركة في السياسة الخارجية مسألة مهمة، لأنه بيظهر أنه في تضارب واضح حتى على مستوى ملفات السلام وعلى مستوى المصالحة الداخلية في كل اتجاهاتها، بيظهر أنه في المكون المدني في اتجاه والمكون العسكري في اتجاه آخر. دي كلها قضايا رئيسية، أسس للتسوية السياسية الشاملة كما أشار لها السيد رئيس الوزراء في مبادرته اليوم، وعرض هذه المبادرة حسب حديثه اليوم في التنوير الصحفي على كل المكونات الوطنية الموجودة. أيضا في إشارة إلى عندما يتحدث عن توحيد قوى الثورة، واضح معروف قوى الثورة بشكل رئيسي، ولما يتكلم على شركاء السلام معروفين أيضا شركاء السلام، أيضا العلاقة ما بين المكونين المدني والعسكري نقدر نرسم صورة يعني حتكون صافية بنسبة 100%. لكن للمرة الأولى أيضا هناك حديث عن القوى السياسية خارج قوى الثورة، في إشارة يعني حنعرف تفاصيل أكثر لما نناقش هذه القضية بالتفصيل مع الأستاذ فيصل محمد صالح، مستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، في فقرة لاحقة في البرنامج. إشراك هذه القوى السياسية، من القوى دي، كيف حيكون وضعها في المرحلة القادمة. لكن هذه المبادرة جاءت في وقتها لأنه في أزمة سياسية حقيقية واضحة، ودون حل هذه الأزمة حيكون من الصعوبة استمرار العملية الانتقالية بشكل سلس، أو حتى إذا مضت ما حنتوقع نتائج إيجابية على كل المستويات، لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى السياسي ولا أيضا على المستوى الأمني، لأن الخلافات ضاربة بقوة في كل مكونات المرحلة الانتقالية. هذه المبادرة يعني
بتؤكد أنه رئاسة الوزراء في يدها قفاز المبادرة وحاولت أن تقدم يعني مبادرة بتشخيص جيد للمشهد بوضع أسس واضحة، وترك في نهاية خطاب رئيس الوزراء الاتفاق على آلية مشتركة من كل الأطراف المعنية، كل الأطراف التي أشار لها، قوى إعلان حرية التغيير أو القوى الثورية بشكل كامل، المكون العسكري، بقية القوى السياسية اللي حنكون نعرف طبعا تفاصيل أكثر حولها. مبادرة في توقيت مهم، في مرحلة نقدر نقول بوضوح شديد أنه في انسداد في الأفق السياسي وفي تعثر في عملية الانتقال نفسها دون معالجة القضايا الكثيرة اللي أشار لها رئيس الوزراء، يكون الاستمرار في نفس الطريق غير مجدي. المتوقع حيظهر خلال الفترة الجاية، لكن في ترحيب واضح من قوى سياسية كثيرة جدا بأنه الجميع مع تحقيق الوفاق والمصالحة الشاملة زي ما أشار رئيس الوزراء. حنشوف تداعيات هذه المبادرة في الساعات أو بالكثير الأيام الجاية، لكن قبل ما نصل للمرحلة دي حنفهم ونعرف أكثر مع ضيفنا اللي حينضم لنا لاحقا إن شاء الله الأستاذ فيصل محمد صالح حول هذه المبادرة، أسس التسوية، الأطراف اللي تم التواصل معها فعليا، كل الحاجات اللي حتساعد في تنفيذ هذه المبادرة حنتابعها بالتفصيل. جديد نرحب بالأستاذ فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي للسيد رئيس الوزراء. سيد فيصل مساء الخير. مرحبا، مساء الخير، ومساء الخير على السادة مشاهدي قناة النيل الأزرق. احنا سعيدين بوجودك معنا المرة الثانية في كالآتي: مبادرة رئيس الوزراء الأزمة الوطنية وقضايا الطريق للأمام، دي مبادرة مطروحة لكل الفاعلين في المشهد السياسي، ده صحيح؟ بالتأكيد، يعني استثناء الوحيد اللي ورد في المبادرة هي المؤتمر الوطني والذين يعني ارتكبوا جرائم وخربوا، لكن مفتوحة على المجتمع، معنية طبعا بمخاطبة الكتل الأساسية اللي ساهمت في الثورة والتغيير، لكنها منفتحة على كل المكونات الموجودة في المجتمع السوداني. باستثناء المؤتمر الوطني ومن ارتكب جرائم، القوى السياسية اللي كانت جزء من المؤتمر الوطني من الشراكة السياسية في المرحلة السابقة وما ارتكبت جرائم حتكون مطروحة عليها المبادرة. هي دي أصلا مثلا في التصور اللي اتعمل الأولي بتاع المجلس التشريعي وأعطيت مقاعد. نعم. وبالتالي يعني معترف بأنه لديها دور. صحيح المبادرة ما قاعدة تفصلت، تركت ذلك للتشاور الواسع مع ناس وغيره. وداخل الحرية والتغيير منذ الفترة الأولى في ناس في التصور بتاعهم زي مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم لما عملوا تصور لتقسيم مقاعد المجلس التشريعي، وضعوا حركات الموقع على اتفاق سلام دارفور، الأحزاب المختلفة اللي كانت موجودة على الساحة المرتبطة ارتباط قوي بالمؤتمر الوطني كلها أعطيت مقاعد، باعتبار أنه حتى وإن كانت في تلك اللحظة مختلفة مع القوة اللي قامت بالثورة، لكنها لا يمكن إنكار وجودها في المجتمع السوداني وأن يكون عندها دور. حقيقي المبادرة ما فصلت في القصة دي، لكن متروكة للتشاور، تشاور لأنه في اتصالات تمت، هو أساسا بدأت مع الأجنحة المختلفة داخل الحرية والتغيير، في لقاءات تمت مع رئيس المجلس السيادي ونائب رئيس المجلس السيادي، في لقاءات تمت مع قوى اجتماعية أخرى، وسيتم التواصل خلال الأيام القادمة دي مع بقية القوى والمكونات الاجتماعية. والفكرة الأساسية إنه المبادرة دي كما ذكرت في نصها، الانتقال لا يمكن أن ينجز إذا ما لم تكن هناك كتلة عندها مصلحة في الثورة وفي التغيير، هي ظلت حامية ودافعة لعملية الانتقال. كل تجارب الانتقال في العالم إذا لم تتكون ما يسمى بالكتلة التاريخية، ده تعريف ماركسي قديم بتاع جرامشي لكنه مستخدم في العلوم السياسية، الكتلة التاريخية دي عندها مصلحة. ليه تكونت؟ هي عندها مصلحة في التغيير. إذا لم تتوحد هذه الكتلة التاريخية ووضعت نصب أعينها أهداف وبرامج متفق عليها، ما بالضرورة بتمثل برنامج حزب بعينه منها، لكن المتفق عليه، وجود هذه الكتلة هو عامل أساسي في نجاح عملية الانتقال. إذا ما توفرت هذه الكتلة تكون في الصعوبة أن عملية الانتقال تتم كما يتمناها ويرغب فيها الناس، لذلك هو هذا الهدف. الكتلة دي ما كانت موجودة في الفترة السابقة من تشكيل الكتلة دي كانت موجودة في فترة الثورة قطعا، ما في كلام، كانت موجودة في فترة الثورة، توحدت كلها في اللحظة الصعبة بتاعت الثورة ولم تنظر لأي شيء غير أنه تخوض أتون الثورة وتحققها. لكن بعد ذلك حصل هذا الانقسام بعد الثورة بمراحل مختلفة، بعضها يمكن من المرحلة الأولى، بعضها بعد فترة، كما حصل مثلا شوف زي تجمع المهنيين، الهودة كان
أيقونة التنظيم الذي قاد الثورة. صحيح كان في قوة سياسية وغيره، لكن الناس كلهم كانوا تشظى تجمع المهنيين وانقسم. ثم الحرية والتغيير نفسها هي جمعت كل الأحزاب والمكونات اللي كانت وقعت على الميثاق وقادت عملية الثورة، أيضا اختلفت وخرجت وهكذا. ثم ظهرت مكونات من شباب ومن غيره، تنظيمات وكذا، ربما ما كانت موجودة قبل الثورة لكنها موجودة عندها مصلحة في التغيير، فتشظت وانقسمت. التعبير بتاع تشظي ده استخدم في المبادرة، لكن يعني معناها حصلت انقسامات. لكن أخطر ما في الانقسامات هو تبادل التخوين وغيره والعمل ضد بعضها البعض. يعني مش مجرد أنه في مرحلة بتكون انسحبت وظلت تراقب عملية الانتقال، وبالتالي عملية الانتقال خسرت جهود هذه المجموعات لأنها اكتفت بدور المراقب. لكن ممكن في مرحلة أخرى تنتقل إلى أنها ما تكون مراقب، إنما تكون عائق لعملية الانتقال، وثم تتبادل هذه المجموعات والكتل التخوين فيما بينها وبعض فتضعف. فدل المسألة هي محاولة إعادة تكوين هذه الكتلة مرة أخرى لتحقيق نفس الأهداف اللي خرجت من وبإضافة أطراف جديدة. والله زي ما قلت، ما هو بيحصل تغيير وحراك في المجتمع، المجتمع ما ثابت، المجتمع ما مقفول. طبيعة المجتمعات البشرية إنها فيها ديناميكيات تحت التغيير وغيره. لكن الشرط الأساسي لأي مجموعات حتى لو ظهرت جديدة إنها يكون عندها مصلحة في التغيير وتسعى من أجله. مصلحة في التغيير دي هي مرحلة لاحقة للثورة، يعني هي ممكن تكون عندها مصلحة أبدا في التغيير. هي الثورة لا أبدا، الثورة قامت من أجل التغيير، لكن في أطراف ما شاركوا في الثورة عندهم رغبة في التغيير، وهي في أطراف أصلا ما كانت موجودة، تكونت بعد الثورة في مسميات وأشكال كثيرة جدا غير الثورة. فدي كلها عندها مصلحة في التغيير، وبالتالي من حقها أن تكون موجودة وأن تساهم بآرائها أو بفعلها أو بغيره. ده ما معناه أنه الحديث يتداول لأنه محاولة لخلق حاضنة سياسية جديدة. لا أبدا، الكلام ما عن حاضنة سياسية جديدة، الكلام عن أنه الحاضنة السياسية اللي يفترض أنها تتكون أو كان شكلها موجود وتشظت وانقسمت ترجع وتضم كل الأجسام الحديثة والجديدة الظاهرة. يعني مثلا كثير من لجان المقاومة كان موجود قبل الثورة، لكن هم كشباب وكأفراد ساهموا في الثورة، وبالتالي دي لابد أن يكونوا جزء من هذا المكون يتم الاعتراف بهم وضمهم في كل الأجسام بتاعت المرحلة الانتقالية. طيب، المبادرة وضعت أسس للتسوية السياسية الشاملة، 7 أسس رئيسية، منها زي ما ذكرت توحيد الكتل الانتقالية، الشروع في جدول زمني متفق عليه، ده طوالي بيثير السؤال حول وضع المنظومة العسكرية داخل المرحلة الانتقالية. يعني هل الخلافات في المكون العسكري وصلت إلى مرحلة يعني استدعت رئيس الوزراء لتقديم مبادرة لتوفيق وجهات النظر فيما بينه؟ بالتأكيد نعم، يعني في خلافات داخل المكون العسكري بشكل خطور، لأنه الخلافات داخل المكون المدني بتنتهي بانسحابات وانقسامات أفنديات نعم شكل تفندي. لكن النزاع داخل المكون العسكري ممكن تكون النتائج بتاعته خطيرة جدا على البلد كله وعلى مستقبله وعلى وحدته وعلى سلامته وعلى أمنه. نعم. دي واحدة، يعني الخلاف، لكن حتى مش مجرد الخلاف، إصلاح الأنظمة المنظومة العسكرية والأمنية ده جزء أساسي جدا من عملية الانتقال. يعني التصورات القديمة حول دور المؤسسة العسكرية، الدور السياسي اللي ظلت تلعبه والتدخلات الحقيقة ظلت حاكمة، الجزء الأكبر من تاريخ السودان ظلت حاكمة حتى وإن كانت في شكل تحالف مع مؤسسات سياسية وأحزاب عقائدية وغيره. فده كله محتاج لمراجعة، محتاج إلى تغيير. إذا نحن عايزين نعمل عملية بتاعت انتقال ديمقراطي، لابد إنه المنظومة الأمنية والعسكرية يتم إصلاحها بشكل كامل، تتخلص من العناصر السياسية العقائدية المسيسة، لأنه ده بيتنافى تماما مع دوره في المرحلة الانتقالية. ثم يعاد، أنا أعتقد إعادة تأهيل هذه المنظومة على كل المستويات، حتى على المستوى الفكري والتربية والعقيدة العسكرية الجديدة، العقيدة الوطنية صرفة كذا كذا كذا، والتخلص من مسألة الدور السياسي للمؤسسة العسكرية. هو في مرحلة بيكون يعني ممكن يكون لا تستطيع أن تتجنبه، زي هذه المرحلة اللي حصل فيها تغيير تدخلت فيه القوات المسلحة، وبالتالي قامت المجموعة اللي كان بتتفاوض اعترفت بدور المكون العسكري وأشركته في الحكم بموجب الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية. فصار هذا أمر واقع يجب الاعتراف به أنه عندهم دور سياسي في مرحلة الانتقال، لكن يفترض بعد ذلك ينتهي هذا الدور مع نهاية مرحلة الانتقال، ويبتدي الدور المهني للجيش الوطني الموحد القائم على أسس جديدة، المهمة كما هي مهمة الجيوش في كل الأنظمة الديمقراطية.
يعني الحديث عن القوات المسلحة والجيش كان أكثر من الحديث حتى عن القوى المدنية. البعض يقول إنه مجلس رئيس الوزراء أخذ زريعة الخلافات المدنية للتدخل في إصلاح المؤسسة العسكرية والتدخل حتى في إدارة المكون العسكري. ده ما كان يعني وثيقة دستورية فصلت جعلت الشأن العسكري خاص بالمكون العسكري. المبادرة دي بتتكلم عن النشاط الاقتصادي، عن مستقبل القوات المسلحة في العملية السياسية والديمقراطية نفسها، كأنما يظهر أنه في خلاف داخل المكون المدني، لكن الغرض الرئيسي تدخل أكبر للقوى المدنية في إدارة المؤسسة العسكرية. لا، ليس بهذه الصورة. وشوف الوثيقة الدستورية ما قالت ما في زول يتكلم عن المؤسسة العسكرية، قالت عملية الإصلاح يتولاها المكون العسكري. نعم. لكن بموجب الوثيقة الدستورية ما الناس شركة، المكون المدني شريك ولديه مصلحة في إكمال عملية الانتقال بما فيها متابعة ومراقبة عملية إصلاح الأنظمة المنظومة العسكرية والأمنية. نعم. وإبداء الرأي فيها. فهو ليس تدخلا بالمعنى، لكن هو جزء أساسي جدا. لا يمكن أن تكمل عملية الانتقال نحو الديمقراطية إذا ما عملت إصلاح في المنظومة الأمنية والعسكرية. بذل وثيقة تركت الإجراءات عند المكون العسكري، لكن من حق الناس في أي لحظة أن يتوقفوا ليتساءلوا هل تم إصلاح هذه المنظومة؟ لماذا لم يتم؟ ما هي معالم الإصلاح؟ ويساهموا فيه باعتباره ده قضية وطنية، ده أمر وطني بهم كل الناس. المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية، كل الناس من حقهم أن يقولوا ذلك. لذلك ما في تدخل بمعنى أن المكون المدني انتهز الفرصة للتدخل في كده، لكن النزاع داخل المنظومة العسكرية هو الدعاء ليه، لأنك أنت تتحرك وتتدخل، لأنه النزاع كما ذكرت نتائجه خطرة جدا. في ترحيب للمبادرة دي من قبل المكون العسكري؟ والله أطراف تسلمت المبادرة هي المكون العسكري، لكن حتى الآن يعني رد الفعل لم يصل إلى القيادة السياسية. اتصالات بالقوى السياسية الأخرى، المكون الحرية. نعم. والتغيير. نعم. حصلت اجتماعات وحصلت لقاءات، حصلت لقاءات حتى مع القيادات المؤسسات العسكرية، وفي لقاءات أيضا تمت مع مكونات خارج قوى الحرية والتغيير، قوى سياسية. لأنه الإعلام بتاع رئيس الوزراء أمس عن الخطاب اللي حيكون اليوم ذكر القوى السياسية والقوى الحرية والتغيير والقوى الثورية، ويعني ترك مساحة للقوى السياسية ما يشير نحن نتكلم عن قوى سياسية أخرى غير طبعا في قوة زي ما أنت ذكرت يعني نشأت بعد الثورة، دي مفروغ من أمرها لأنها كانت جزء من عملية الحراك الثوري. لكن القوى السياسية نحن نتكلم على قوى سياسية تقليدية لم تكن جزء من الثورة، بل كانت الثورة عليها في مراحل باعتبارنا مشارك. شوف أنا أقول لك بوضوح، يعني مثلا الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل ما ممكن أقول ما شارك في الثورة، يمكن غيادته أخذت موقف متحفظ، لكن قطعا جماهيره منتشرة في مناطق مختلفة ساهمت في الثورة، هذا ليس سرا يعني. نعم. موجودين وجماهيره، يمكن الغيادة كما ذكرت كانت لأنها كانت شاركت مع النظام، جزء من النظام، أخذت موقف بعيد جدا. نعم. جماهير الحزب ده هي جزء من جماهير الشعب السوداني عندها مصلحة في التغيير، ولذلك الآن الغيادة نفسها تولت النائب السيد جعفر المرغير أخذت مواقف إيجابية كثيرة تجاه كثير جدا من القضايا، وصلت لأنها ذهبت إلى جوبا وقعت مع عبد العزيز الحلو يعني حتى تجاوزت وأبدت إشارات إيجابية كثيرة جدا، وهي من الجهات اللي حتلتقي برئيس الوزراء لكي تقول رأيها في المبادرة وغيره. وأنا أفتكر أنه ده ما بيتعارض مع تكوين الكتة التاريخية، لأنه زي ما قلت كل الجماهير صاحبة المصلحة في التغيير، وانا بفتكر انه جماهير حزب الاتحاد الديمقراطي في حركات الموقعة على اتفاق سلام دارفور السابقه دي افتكر برضها لانها موجوده، والاتفاقيات دي ملزمه لحكومه السودان، وزي ما ذكرت في التصورات الاوليه بتاع تقسيم مقاعد المجلس التشريعي واعطيت مقاعد، فدي برضه لابد من التواصل معها وسماع رايها. كلام على دكتور تيجان السيسي مثلا ابو قرده. نعم. دي حيكونوا جزء من القوى السياسيه، اللي ممكن يقولوا رايهم ويشاركوا من يرغب فيهم. نعم. خلينا نستمع لجانب من المؤتمر الصحفي اليوم للسيد رئيس الوزراء. متابع. السؤال الكبير الليلة أن يكون السودان أو لا يكون، ما مسألة بتاعت منو يكون وين ولا القيادة تكون منو إلى آخره، هي مستقبل البلد، وده محتاج أولا وأخيرا على خلق هذه الكتلة التاريخية العريضة للانتقال يشارك فيها كل السودانيين. نحن أعظم الأشياء التي تحققت في تاريخنا الحديث من بعد الاستغلال وحتى استغلالنا نفسه تم نتيجة للتوافق الوطني اللي لم كل السودانيين حقق الاستغلال أكتوبر أبريل وديسمبر ما استثنى. لذلك نحن لما وصلنا لهذه الأزمة فكرنا فينا نطرح هذه المبادرة لكل مكونات شعبنا عشان نتوافق على برنامج وطني
يحمي هذا الانتقال ويمشي به لنهاياته المنطقية في تحقيق ديمقراطية مستدامة في وطن يسع الجميع على المواطن المتساوية. المبادرة أنا باقتطاب لأن أفتكر حتتوزع، أنا هستعرض بس مكوناتها بسرعة، هي بتعالج أسس للتسوية الشاملة عبر 1 توحيد الكتلة الانتقالية. نحن ده لازم يبقى هدف بالنسبة لنا، إن نوحد كل القطاعات شعبنا في برنامج وطني يحافظ على الانتقال ده ويرعاه. إصلاح القطاع الأمني والعسكري والشروع في الوصول لجيش مهني وقومي، توحيد مراكز القرار داخل الدولة عبر آليات متفق عليها وبالذات في السياسة الخارجية، الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الشامل. نحن حققنا المرحلة الأولى من السلام واللي أنا بفتكرها إنجاز كبير جدا، مضينا الاتفاق ده في 3 أكتوبر الماضي، ما زال في مراحل كثيرة جدا وعدد كبير جدا من تفاصيله تنتظر التنفيذ وعلى رأسها الترتيبات الأمنية. معالجة قضية العدالة بأسس واضحة تضمن عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا وأسرهم. تقوية التوجه الحكومي لعلاج المشكلة الاقتصادية. نحن لنا 2 سنة متشاكسين في البرنامج الاقتصادي. لازم تبقى عندنا الضيقة الاقتصادية والمشاكل اللي بيواجهوها الناس الليلة في إطار من التوافق مع محيطنا الداخلي والإقليمي والدولي، الالتزام بتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن. السودان ده عشان يمشي لقدام ويبقى بلد موحد متصالح مع روحه ومع جيرانه لازم يحصل ده. افتكر مهم جدا المبادرة دي طارحة بشكل أساسي تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، وحتشوف في المبادرة ان احنا طرحنا انه يتم تكوينه في خلال شهر. قضينا 2 سنة في محركة تشريعي قام ما قام الى اخره. التشريعي ده هو مهم جدا في تحصين الانتقال نفسه. حب من جديد معنا الاستاذ فيصل محمد صالح المستشار الاعلامي للسيد رئيس الوزراء. استاذ فيصل، المبادرة نفسها حوت مواقف واضحة منا ذكرناه فيما يتعلق ب جيش مهني قومي موحد، الوضع الاقتصادي بالنسبة لنا تكون خاضعة لولاية وزارة المالية. أيضا في جزئية واضحة في تنفيذ خطوات المبادرة، أولا مثول المطلوبين أمام الجنائية الدولية، تأكيد موقف حاسم في مثول كل المتهمين في قضايا جرائم ضد الإنسانية في دارفور أو في أي مكان آخر للجنائية الدولية. ده موقف كده موقف لكنه ليس جديدا، معلنا من قبل وتمت مناقشته مع السيد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السابقة طبعا، نعم، فاتو بنسودة، لأنها سلمت هذا الأسبوع المدعي العام الجديد انتهت فترته، لكن بقت القضية في التفاصيل لكن متفق عليه، ورد في اتفاق جوبا للسلام أنه لا بد من أن يتم مثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. في عدة طرق للمثول فقاعدة تناقش، هي في جهات الأخيرة حتى بقية المتهمين طلبت على الأقل الاستعجال في تسليم أحمد هارون وجعفر عبد الحكم لأنهم مرتبطين بقضية كوشيب المحاكمة أنا وجح كندي، ما حصل على رد لأنه طبعا دي ما دائرة اتفاق كامل بين كل الأطراف، أجهزة الحكم الانتقالي على الخطوة، لكن كل أجهزة الحكم الانتقالي وافقت على تعبير المثول ده في اتفاق جو وبالتالي ملتزمة به. بدأت مناقشة التفاصيل مع المحكمة، يعني مثول ما تسليم، المثول قد يكون في الخرطوم قد يكون في لاهاي، يعني اتفاق على معالجة قضية العدالة بطريقة يعني تضمن برضو اتفاق كل المكونات الحكم الانتقالي. نعم، يعني مثول معناه ممكن يكون زي ما انت قلت في الخرطوم، نعم، في اي مكان في دارفور نفسه باشراف دولي بالتاكيد، فدي تفصيلة برضو متروكة للاتفاق حول المبادرة، نعم، نفسها. لما تكلم السيد رئيس الوزراء عن تعدد مراكز القرار وعن سياسة خارجية موحدة، دي معناها كانت معاناة مجلس الوزراء في المرحلة السابقة، المعاناة داخل المجلس ولا مع المكونات الثانية؟ لا، شوف، تعدد مراكز القرار ده سواء حتى في السياسة الداخلية كان بيحدث، ودي فيه كان إشكالية بين منو التعدد؟ يعني مثلا الولاة، كثير جدا من الولاة كانوا بيعانوا مع الوحدات العسكرية الموجودة داخل الولاية لأنه اعتادوا أن يكون الوالي عسكري في مرحلة من المراحل، ثم فجأة جاء والي مدني، ف
بعض القادة العسكريين في الولايات حكاية التعاون مع المال المدني باعتباره رأس السلطة وتلقي التعليمات منه لم يكن مستساغا. هذا كان عادي، كانوا كلهم مدنيين زمان، يعني في فترة وجيزة حصل فيها عسكريين 30 ما في فترة طويلة جدا حصل عسكري للدولة. حصل عسكري للدولة كاملة، ثم جاءت المرحلة الأولى من الانتقال دي كانت الأولى كانوا عسكريين. ولذلك بدت في بعض الصعوبات وإشكالات في بعض الولايات بين الأولى وبين القيادة العسكرية في أكثر من حتة يعني. ثم وبعدين جزء منه بيشجع أنه العسكريين موجودين في رأس السلطة أيضا، فده بيشجع بعض القيادات الزي دي. ثلاثة، الحاجة الثانية تعدد برضو القوات العسكرية، ما أنت عندك جيش وعندك دعم سريع، وفي حيين كثيرة جدا الموجود في الجناح ده ما بيستمع إلى تعليمات من الجناح الثاني، رغم أنه القانون بتاع الدعم السريع والوثيقة الدستورية قالت أنه تبعي للقائد العام. عمليا حقيقة هم منفصلين، وبالتالي في أحيانا لما يكون في قرارات أمنية ولا في كذا ولا في كذا لا بد من الجلوس لأنه في مراكز القرار متعددة. المسألة دي أوضح في السياسة الخارجية بشكل واضح جدا، لأنه الوثيقة الدستورية قالت السياسة الخارجية من الحكومة المدنية، حكومة مدنية، لكن أيضا أقرت بقيام مجلس الأمن والدفاع، وفي بعض قضايا السياسة الخارجية مجلس الأمن والدفاع بيفتكر أنها لا بد تناقش عنده، وتمت أحيانا مبادرة مجلس السيادة وعضوية مجلس السيادة في اتخاذ خطوات في السياسة الخارجية غير متفق عليها، أو أحيانا حتى من غير التشاور مع مجلس الوزراء، فده برضو خلق مشكلة كبيرة جدا، خاصة في ظل التراشقات والاتهامات بأنه يعني هذه التحركات تمت أيضا نتيجة لارتباطات مع دوائر إقليمية وليس قرار وطني خالص، وبالتالي ما حصل فيه تشاور. دي برضه بتعمل مشكلة كبيرة للدولة وبتهدد سيادتها وسلامتها وأمنها. فتوحيد مراكز القرار واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي بتهدف لها المبادرة، إنه يكون مركز القرار موحد، وبالتالي ما في قرار يتخذ من غير ما يتم التشاور داخل هذا المركز، وتكون الدولة بتتعامل باعتبار إنه لديها رأس واحد ولديها حكومة واحدة ولديها جسم واحد يتخذ القرار. المبادرة بتفاصيلها بتدي شعور بأنه في تباين حقيقي بين المكون المدني والعسكري، بين مجلس الوزراء والمكون العسكري، ده واضح بشكل كبير، لأنه غالب النقاط ذات صلة بعدم تعاون المكون العسكري مع مجلس الوزراء أو مع المكون المدني بشكل عام. لا والله، في مشاكل داخل المكون المدني نفسه، الوثيقة المبادرة أشارت إلى هذا، المكون المدني لكن نفسه الأكبر انقسم في خلال، نحن قلنا أنه في عدم ثقة وكذا بين وعدم تعاون مرات بين المكون المدني والعسكري، وفي أيضا انقسام داخل المكون العسكري، لكن ده على مستوى القوة السياسية، لكن على مستوى الحكومة التنفيذية ومجلس السيادة التباين أكبر، يعني الشكوى أكبر من مجلس الوزراء من تغول المكون العسكري في السياسة الخارجية في المفاوضات. ده نتيجة لضعف المكون المدني كله. ما أنت شوف المسألة دي من البداية قامت على شراكة صعبة جدا، شراكة أمر واقع قائمة على توازن قوة. توازن قوة محتاج منك أنت تكون شاد أعصابك واقف عليه في كل لحظة وتراقبه، وكما يقولوا إنه الطبيعة لا تقبل الفراغ، إذا حصل تراجع أو فراغ من طرف الطرف الآخر يملأه. فالمكون المدني ضعيف وانقسم وشأنه في تقرير شؤون البلد بقى أقل، وبالتالي تمدد المكون العسكري، وافتكر دي حاجة طبيعية جدا. إذا ما عاد المكون المدني عادت هذه الكتلة التاريخية إلى وحدتها وإلى تركيز على أهدافه، بتستطيع أنها ترجع إلى نقطة التوازن، والتوازن ده مهم جدا للعبور في مرحلة الانتقال. شهر لتكوين المجلس التشريعي، سنة ونص الناس عجزت عن تكوين هذا المجلس، هل شهر ده فترة زمنية يعني منطقية أنه خلال يتم الاتفاق على تكوين المجلس التشريعي؟ هو يعني دعنا نقول أنه ده ما باعتباره هم وطني. طبعا المجلس التشريعي ما بكون مجلس الوزراء، يعني حسب الوثيقة الدستورية هي قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري. بعد توفيق اتفاق السلام في جوبا تم إعطاء الحركات الموقعة على اتفاق السلام اللي بيجينا نسميهم شركاء السلام، عندهم مقاعد هم بمعرفتهم بيوزعوها، ولديهم اتفاق أعتقد بينهم ليوزعوها، وفي مقاعد الحرية والتغيير، وفي مقاعد بالتشاور بين الحرية والتغيير والمكون العسكري. مجلس الوزراء كجهاز تنفيذي ليس طرفا في ذلك، بمعنى أنه هو حيكون داخل في التوزيع، لكنه هو جزء من مؤسسات الانتقال ومتأثر بغياب المجلس التشريعي تأثر كبير جدا. ما نحن الآن مجلس الوزراء بيبتدر القوانين بيناقشها يجيزة ويمشي يقعد مع مجلس السيادة كمجلس تشريعي لكي يجيزة، ده خلل، لكن خلل بسبب الفراغ بسبب عدم وجود المجلس التشريعي، وأحيانا بتعرض الجهاز التنفيذي. أيوة،
وبيتعرض صحيح. مجلس الوزراء لهجوم انه عنده مصلحه في انه المجلس التشريعي ما يتكون. نعم. بينما المجلس التشريعي اذا تكون المكون البدني بيكون اقوى لانه كل الشان التشريعي سيكون في يده. نعم. وبالتالي هنا المكون العسكري بيكون ما طرف، حتى انه الوثيقه الدستوريه قالت اذا المجلس التشريعي اجاز قانون ورفع الى مجلس السياده ولم يوقع خلال اسبوعين يصبح قانونا ساريا. فبدي المكون المدني قوه في التشريع كبيره جدا، بالاضافه الى مساله الرغابه على الحكومه. يعني بالضروره الحكومه نفسها محتاجه لمن يراقبها ويتابعها، الناس ليسوا ملائكه. افراد جايين من خلفيات مختلفه في ممكن يكون في خطا في مشاكل في السياسات او حتى في التصرفات الفرديه او حتى الفساد. التشريعي بشكل جهاز رغابه بدل ما يكون المساله عباره عن اشاعات في السوشيال ميديا. في زول يكتب اي كلام عن اي زول، انت عندك جهاز تشريعي اذا لديه مستندات ووسائل يستطيع ان يعزل الوزير او حتى رئيس الوزراء. النقطه الاهم من ذلك الناس اللي في الشارع بيطلبوا باسقاط الحكومه او تغييرها، والمساله دي تكلفهم مظاهرات ودم. اذا انت كونت المجلس التشريعي بيصبح تغيير الحكومه متى ما كانت هناك داعي لذلك موضوع في غايه البساطه. المجلس التشريعي يستطيع ان يسحب الثقه من مجلس الوزراء بكامله أو من واحد من أفراده وبالتالي تبقى مسألة تغيير الحكومة إذا كانت رغبة وإرادة شعبية مجلس التشريع يعبر عنها بشكل مباشر. لكن يعني بداية الثورة وتشكيل المكونات المرأة التقالية نفسها كان في صعوبة في الاتفاق على مجلس التشريع في ظل التشظي الكبير الآن في المشهد السياسي على كل المكونات الموجودة، في فكرة الشهر دي قادرة؟ هو ليس فقط التشظي أو الخلافات هو التي منعت تكوين المجلس التشريعي، إنما كان هناك اتفاق مع الحركات الكفاح المسلح انه لا يتم تكوين المجلس التشريعي قبل توقيع اتفاق السلام عشان هم يكونوا طرف فيه، لانه كانت في مجهودات. فهم قالوا اتفاق سلام ثاني، فهم قالوا يعني ده الاتفاق الاساسي، اتفاق السلام الاساسي كان مع ده، هم قالوا ده من البدايه دخلوا في الاتفاق طلبوا ان يتم ارجاء تكوين المجلس التشريعي عشان يكونوا طرف فيه. وبالتالي كان برضه في طلب ارجاء تعيين الولاء وتم في وقتها. انتظرون فترة طويلة جدا، لما الاتفاق تأخر قالوا نحن ما حننتظر أكثر من كده. هم طلبوا الحكومة نفسها قالوا ما تتكون. لا. انت تخيل انه كان ممكن يكون الناس قاعدين حتى الآن من غير حكومة، اعترضوا على تكوين الحكومة، الناس كونوا الحكومة. الولاء لما المسألة طالت ما شوف في جوبة اتفقوا معهم على تعيين الولاء، لكن برضو قيل انه بعد توقيع اتفاق السلام سيحدث تعديل وقد حدث الآن. لا. 3 من الولاء الآن تم تغييره وممكن تحصل مشاورات في قضية الولاء. فبالتالي توقيع اتفاق السلام حصل، وبالتالي العائق الأساسي زال، بقى في عائق ثاني بتاع الخلافات، وانا افتكر انه تحت ضغط الجماهير من الممكن تجاوزها لانه صارت هناك حاجه حقيقيه. فلذلك رئيس الوزراء بموقعه في الجهاز التنفيذي بيشكل قوى الضغط، وهو يريد ايضا القوى السياسيه والمدنيه والمكونات الاجتماعيه وغيرها تضغط ايضا في سبيل هذا الاتجاه، بحيث انه الاطراف اللي لديها الحق في تكوين مجلس التشريع تسرع في ذلك وتكونه، وبالتالي نحن نكون قطعنا خطوه كبيره جدا في اكمال مؤسسات الانتقال وفي تحصين الانتقال نفسه. نعم. في حال الاتفاق على القضايا على يتم تكوين آلية مشتركة لتنفيذ المبادرة، تفاصيل أكثر حول الآلية؟ لا ما في تفاصيل لأنه متروكة للتشاور، ما هو الآن بيحصل تشاور مع القوى السياسية ومع غيره، لكن مع معروف جدا أنك إذا اتفقت على برنامج إذا ما في آلية لتنفيذه ما بيتم متابعته وتنفيذه. فهو التصور الأول أن يكون في آلية، وربما تكون آلية ممثلة لكل هذه المؤسسات اللي عندها علاقة بالانتقال يعني. نعم. وممكن الكيانات السياسية والاجتماعية المختلفة، لكن ما في تصور مكتمل متروك للتشاور حتى يكتمل هذا التصور. حيكون احنا نتكلم على وثيقة يتم توقيعها، المبادرة دي كيف حيكون يتم تتويجها في حال انه اتفقت اطراف كثيرة جدا تكون وافقت على هذه المبادرة وشكت الآلية، تتويجها حيكون كيف؟ طيب هو طبعا النقاش يمكن المبادرة يتم تطويرها. نعم. للنقاشات المختلفة جدا. إذا حصل على إجماع طبعا من الأفضل فعلا أن تتحول إلى ميثاق وغيره يوقع عليها الناس ويعملوا مدى زمني، جدول زمني لتطبيقه وآلية. فإذا حصل هذا بتكون اكتملت كل الخطوات، إنه تم التوقيع عليها بعض إضافات أو أي تعديلات فيها، ثم تم تكوين آلية، ثم تم وضع جدول زمني لتنفيذها. في حال لا سمح الله التجاوب مع المبادرة دي كان ضعيف، شنو ممكن تكون الحلول تاني؟ كيف ممكن يكون الوضع؟ والله شوف يعني الرجوع الى الجماهير لتقود عمليه التصحيح، يعني هسه دي محاوله لانه معالجه الازمه باقل الاثمان زي ما قلت، ده باقل الثمن، انه انت قاعد فوق مع المكونات المختلفه تقعدوا تتفقوا، وبالتالي الثمن الوحيد اللي حيبذل هو جهد ذهني وعضلي وعقلي للمرحله الجايه.
الأخشى أنه إذا ما تمت الاستجابة للمبادرة وتعطلت الأشياء من الممكن جدا أنه تكون الأثمان اللي حتدفع في التغيير أثمان كبيرة جدا، ندفع تاني من دماء شبابنا وأولادنا وبناتنا اللي مفترض كان نقول نحن بعد الثورة ما يحصل هذا مرة أخرى. في غضون كم نتوقع أنه تكون اكتملت المبادرة بشكل كامل، مدى زمني لها؟ والله شوف المشاورات مستمرة كما ذكرت، في جهات تم التواصل معها، في جهات أخرى. أنا أعتقد أنه خلال أسبوعين ثلاثة ممكن يكون كل المشاورات اكتملت، وبعد ذلك الناس ينظروا في مدى الاستجابة لهذه المبادرة. أخيرا 30/6 ما كانت من دواعي الاستراع في تقديم هذه المبادرة؟ لا أبدا، يعني المبادرة ما مربوطة بـ 30/6، ما تزال من حق الجماهير أن تخرج في 30/6 متى ما أرادت، أن تعبر عن راية بطريقة سلمية ومتحضرة، ومن واجب الدولة أنها تحمي هذه المسيرات متى ما خرجت وتوفر لها مسارات آمنة جدا، بحيث أنه ما يحصل تفلتات هنا والله هناك. حصلت في 3 يونيو مع تفلتات بسيطة، لكن على الأقل المسيرة جاءت الرئيسية وحققت شعاراتها ثم تحركت نحو مكان آخر، كانت الطريقة معقولة وليس هناك مشكلة أو خوف من 30 يونيو، من حق الناس أنه يخرجوا. ربما التخوفات الوحيدة أنه في أطراف متباينة قالت حتطلع في 30 يونيو، ربما يحصل بيناتها صدام، ده التخوف الوحيد يعني إنه كده. لكن الدولة وأجهزتها ومؤسساتها مسؤولة وستقوم بحماية هذه التحركات وفرصة للناس إنه يعبروا عن رأيهم، باعتبار إنه هذا جزء من التمرين الديمقراطي الحق ونتعود عليه. إحنا شاكرين جدا أستاذ فيصل. عندنا سؤال على صفحة القناة والبرنامج، هل تؤيد مبادرة السيد رئيس الوزراء؟ الزملاء يرون النسبة 65% نعم، 35% لا. أستاذ فيصل محمد صالح مستشار الإعلامي للسيد رئيس الوزراء، شاكرين جدا وجودك معنا. شكرا جزيلا. نطلع فاصل.